أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اقترضت مبلغا من المال من البنك، وذلك بأن اشترى لي البنك أسهما. يقول أحسن الله إليكم: اقترضت مبلغا من المال من البنك، وذلك بأن اشترى لي البنك أسهما من سوق الأسهم، ومن ثم باعها مرة أخرى في السوق ووضع قيمتها في حساب الخاص ويأخذ فائدة على هذا المبلغ، وكل ذلك تم بوجودي لدى موظف البنك خلال شرائه للأسهم وبيعها مرة أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا السؤال على طوله أنا لا أجيب عليه، لأنني لا أفتي في الأسهم من نشأتي إلى الآن، لا أفتي في الأسهم. نعم.